شباب والله العظيم ذي اليومين قاعد تجيني شركات مرة كثير تطلب إعلانات يعني، وبعضهم يعطوني مبالغ مرة عالية، بعضهم مبالغ يعني معقولة، بس المشكلة أغلبهم نصابين يعني يبوا يزرفوا القناة، عارفين؟ لأنه في ناس مرة كثير قنواتهم انسرقت، فيب المشكلة هي وش يصير بعد ما أكلمهم، بعد ما نتفاهم في الإعلان يعطوني رابط يقولوا لي يلا حمل البرنامج، يلا حمل اللعبة من هذا الرابط وما أدري إيش، ويلا أعطينا رأيك، ورب الكعب يرفع أم الضغط. المشكلة ما تدري هم يعني نصابين ولا لا، ما أدري. يا زبدة قبل شيء برضو زبت لي الشركة ذي، يعني من أول كنت قاعد أكلمهم عارفين لي يمكن أسبوع، فالحين زبت لهم يوم أعطوني الرابط، فأنا ما بأخذ أي رابط، ما بحمل أي رابط. لحن موزون قرب سو زوم، شوف انا مع مين ممكن اظهر لك الخير، بس عندي قرون الشياطين. Boy I'm feeling so good burning the sun feeling everybody love us so much. احنا هنا جينا نغني سلم، انت فينك من زمان؟ 6 شهور مختفي وين يا مان؟ للامانة ها جوي علي انا قاعد في الديسكورد يا شباب، معليش عدل ده كل صار لي بيك فان من لبنان لتايوان لندي رجاك تشان سوس واقي فريش شيك مفتوح، لا تسأل كم رصيدك حط رقم قبل الشيك يروح. يا دق علي اكس تو ذا زي من ام تي في يبغون نصور بيتك يزي. ما دروا عنا وهو مثل القمر ما يدوم، سحابات تبعدك منا غدر من كان بملزوم. ينصر دينك هذا الكلام يا ايش هذا ايش